وهكذا قلنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه سجين يمشيها ومن العجوب هذه تحل الطلاق لا السنه. أتمنى هذا العام كل حولي زاد فيه 1000 درهم بالنسبة للعام الأول شرينا ب 2700 دابا 3700 العام الأول شرينا الوالدة 3000 درهم دابا 4500 غالي. وبالنسبة للحولي إسبانيولي مع عمرنا كلينا كنسمعوا الناس اللي جربوه كيقول لك مسوس الحمد لله مسوسة وما نعرف حنا ما قيسناش ولكن كيقول ولكن الأثمنة كل حولي كنظن باش ما شريته تزادت عليه 1000 درهم والغلا بزاف صراحة الله بوبري راه ما كندوش يعيد الدراوشي كيتقاتلوا صافي كاين اللي مسلف كاين اللي باع بياسة كاين اللي باع والله حسن العون جميعا وكاين اللي عنده كيشري عادي فهمتي كيسقسي هادشي اللي كاين. هو طايح شوية في الثمن ولكن ما عمرنا ما كلينا الناس كيقولوا مسوس الله أعلم حق مزيان. الخنيف راه مزيان دائما كنديوه الصور ديالها غالي شويه هذا مزيان كيعجبنا كنديوه دائما جوانا الوالد كيتباع هذا بغينا تابعينه. اللي بغاو يعيدوا هذا العام ان شاء الله يكون العيد ان شاء الله مبارك على الجميع والله يبارك في العمر سيدنا والمواطنين راهم في حريه تامه كل واحد واستطاعته كاين 1500 2000 درهم 3000 1500 حتى 5000 كل واحد على حسب استطاعته واللي ما عندوش استطاعه راه ما واجبش عليه الاضحيه ما يمشيش يقتني يسلف لاجل باش يضحي ليس واجب عليه الاضحيه الاضحيه سنه نبويه على من استطاع اللي ما تتشحف به واللي ماشي يضيق على ولادو باش ما يخليش الموضه او لا يخلي ولادو ناقصين ويضحي راه ليست واجبه عليه هذه سنه نبويه على من استطاع. كنطلبوا من الاخوان المحترمين المواطنين اللي عنده استطاعه يضحي يضحي واللي ما عندوش يضحي ولده يضحي بنته يضحي جاره ما فيها غير الخير ولكن اللي ما عنده شيء ليس واجبه عليه هذه سنه نبويه. انا كنفضل كل روح ما كنفضلش سواء مغربيه او اسبانيه او بلجيكيه او هولنديه ما نقول عيب تفشي في حولي سواء كان مغربي او اسباني راه كله مزيان كله مزيان فهو خلق من خلق الله والروح من روح الله وراه مربي يعني ماشي ساهل حتى جنيدنا نقولوا عايب او ماشي مزيان او لا ما نعيبوا حتى شي حولي سواء كان مغربي ولا اجنبي اللي استطاع لشي حاجه يعملها وكنتمناو ان شاء الله العيد الجميع بالخير والبركه والصحه والطمانينه والله يرزق كل واحد اللي عنده باش يستطاع يضحي فله ذلك واللي ما استطاعش راه ما كلفش الله عليه. حول اسبانيا بالنسبه للحول الاسبانيه اللحام ديالو مزيانه والاسمنه ديالو الاسمنه كاين 2400 2500 2900 3000 درهم 3200 كل حاجه والثمن ديالو وبالنسبه للجوده ديالو الطلب ديالو عليه الطلب والجوده ديالو ممتازه هادشي اللي كاين. شحال تبدو في 481 راس وهادشي اللي كاين. حاليا مشات كامله باقي منها شي 20 ولا 15 هادشي اللي باقي عاد كنتسناو الدفعه الثانيه تجي. كاين اقبال عليه هي خير موجود والاقبال عليه كاين هادشي اللي والناس اللي داتوا العام اللي فات كتجي هذا العام هادشي اللي كاين. مقارنة مع الثمن الحوالات هنايا الحاولي اسبانيا الثمن ديالو طايح بالنسبة 50% على هنايا على الحاولي المغرب هادشي اللي كاين مرحبا بأي واحد.
شكرا. السعر الدير خنيفري اسبانيا والعجول الماعز هاو هادشي اللي كاين. السعر ديال كل حاجه والثمن ديالها 5000 6000 7000 8000 كل حاجه والثمن ديالها. خنيفري عاوت 4000 5000 6000 هايدا باش كاين شي حاجه غليطه عندنا هنا. ومرحبا. لا الحول الاسباني فيها اسمنه مناسبه لهاد المغرب هادشي اللي كاين. اللي بغى شي حاجه الكورينا يجي عندنا ومرحبا باي واحد. بالنسبه ل 500 درهم الدعم هادو كيشبروها فهمتي. الناس اللي كتدخل 10000 حولي 20000 حولي ماشي كندخلوا اللي كتدخل 500 400 وهادشي اللي